بمناسبة مصنوع الجديد أنا هبيع الصاروخ الكبير بعشرة جنيه. ومش بس كده، هبيع البسوكة الكبيرة دي على 30 جنيه. ويا مالي شفت الحادثة اللي حصلت؟ ده حادثة دي يا حاجة. حادثة دي الصواريخ يا حاج، وفي غيرها الواد حبيبي الصغير معاه صاروخ وبيولعه لسه ما لحقش يرمي، ضرب في ايده طير له صباعه الكبير ده يا حاج، وعينه مليانه دم يا حبيبي. يا نهار اسود، الحوار بقى مزعج قوي يا حاجة، وفي ناس كتير قوي بتتضايق. انا لسه برضه شايف حادثة واد عمال يعمل كده بالسلك، راح مولع في الفيسبوك واحد غلبان يعني ملوش دعوة بأي حاجة. الحمد لله يا حاجة، الحمد لله احنا مربينا عنا كويس وعمرهم ما يعملوا الحاجات دي، الحمد لله. ايوه طبعا يا حاج، ولادنا ده انا مربيهم كويس قوي قوي قوي، مستحيل يعملوا كده اصلا. عينيك يا نهار اسود، فيك ايه يالا؟ عيني يا زمازة، عيني. شكلي اتحورت ولا ايه يا زمازة؟ عيني وجعاني قوي يا زمازة، حرام عليك، حرام عليك يا زمازة، حرام عليك. شكلي لازم اخد طار. ايه يا عم ملوان؟ السوق نايم ليه كده؟ يا ليت يا ملوان. ما تشغلوش نجوم يا حماس، انا برضو اللي هجيب لك الحل. ما انا بصراحه يا ملوان خايف وملعوب، لا يكون الافكار اللي في دماغي دي افكار انا مش افكار الشيطان، عشان الشيطان متسلسل. احنا في رمضان كل سنه وانت طيب. حبايب قلبي رمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين. يلا جمهوريه حماسه بقى تثبت في الكومنتات، تعيدوا عليا وعيدوا على العيله كلها، وما تنسوش اللايك طبعا الكامل بتاعكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كل حاجه بتعمل سيل بقى والحاجات بتاعكم الحلوه دي. بحبكم كتير قوي، عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات. بص بقى ملوان، طلعت افكاري افكار الشيطان، اتفلق واستمتع. ها انا عارفه الوقت اللي هناك ده هو اخوه، تعالى استلم مني وخد حقك بصلعه. بجد والله لا موت. خد يا حماس اديني بال 50 جنيه دي افكار صاريخ عندك. استاوي شفت ملوان، اهو ده السخن ولا بلاش؟ خليني يا حبيب انا هديك بقى صواريخ هتفضلهم. البسوته الصاروخ من ده ب 25 جنيه، عشان خاطرك انت هديك الاثنين ب 50. خد. الله ينور عليك يا حماسه معلم. حبايبي اصحابي وكل جيراني وكل حبايبي وكل اخواتي، انا طالعلكم النهارده عشان اوجه لكم رساله، ويا ريت تسمعوها مني كويس. لموا ولادكم، خلي بالكم من ولادكم، ولادكم بقى مرضيه لكل الناس في الرايحه وفي الجايه، بقى مرضيه لنفسهم، بيوصلوا لاسوء الحالات بسبب الصواريخ اللي بيعملوها دي، ولادكم بيرموا صواريخ والناس بتصلي في الجامع. بجد يا جماعه الحوار بقى مزعج قوي 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 قوي، يا ريت تخلي بالكم من ولادكم، يا ريت تدوسوا عليهم شويه، يا ريت تربوهم. حرام عليكم. يا ابني الغزينة. طب خد يلا. We'll be right back.
نهاري اسود. يا نهار اسود، ما كانت دي ولا الكلب، ما كانت دي. يا ابني حرام عليك، ما توجعش دماغي بقى، انت كبير على الكلام ده. قول لي بس انت عايز ايه. البازوكا اللي انا خدتها منك يا حماصه مش شغاله، مش شغاله. طب وانت عرفت بقى منين اللي مش شغاله في الفسفوس انت؟ ما انا جربتها. يبقى انت بقى اللي حمار ومش عارف تجلبها. وليني وانا هوليك دلوقتي. ماشي طلقوا بقى، طلقوا. ايه بقى يا حلو، سمعت الصوت ولا اكلم حالك تاني؟ مش سامعك. انت بتقول ايه؟ انت كمان اسنكيت ومش سامع؟ خد يا عم ما توجعش دماغي. حماسة بقول لك ايه، اديني علبه الصاروخ من الكبيره وعليها صاروخ صغير واثنين كبار. الله اكبر حبيبي، من عينيا طبعا. قوم يلا قوم يلا، اعمل معايا الكاس بالله. اتفضل يا بلينس. هنرجع للحوار بتاع كل يوم. حرام عليكم، حرام عليكم ان ام ولادكم رقم بقى فظيعه ويوصلوا لليفل قله الادب اللي فوق، ولادكم يخلوا البنات ماشيه في الشارع ويرموا تحتيهم الصواريخ. مش كده، بلاش قله ادب. الله، ولا الناس الكبيره اللي ولادكم ولاد الادب اللي ما شافوش سعدي، ما شافوش دقيقه تربيه، يرموا عليهم الصواريخ. ده راجل كبير مسن مش قادر، قدر اتخض ما اتجرى له اي حاجه، ولادكم هيفيدوهم بحاجه ولا الناس اللي بتصلي في الجامع؟ ولادكم 24 ساعه شغالين صواريخ 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 صواريخ، مش عارفين نصلي منهم. انتوا الله. ورا يا شامبو يلا. تمام تمام يا سمازه. في المستشفى. طب واحنا مالنا ملان، مالناش دعوه. هو حتى قال له يجي يستلم مني، حتى قال له المي عليك. انا اصلا كده كده خلصت، وشويه الصواريخ اللي فايتين دوله هاخدهم ومقلب فيهم الناس وهدلح فيهم نفسه، واللي في المستشفى بقى ربنا يسيح. احنا مالناش دعوه. تعالى سيب الترابيزه دي. ماشي يا حماصه، وهدلع معاك برضه. ايه ده حاج بيبرس؟ مره واحده قول لي بقى يا حاج، انت عملت ايه في العيال اللي حرقوا لك المكنه بتاعتك؟ ايه ده، انت عرفت منين؟ عرفت منين يا حاج؟ ده العالم كله عرف. كان في واحد ابن حلال مصورهم وهم عمالين يضربوا في بعض صواريخ، ونزلهم على النت، والفيديو جاب مليون مشاهده. بجد؟ طب بقول لك ايه، وريني كده. خد يا حاج ومقطع نظرك واتفرج، انا عايز عينك يطلع منها كده شر وانتقام، بس خلي بالك من الموبايل. ايه ده ايه ده ايه ده، هو مش ده الواد محمد اللي قاعد في الدور التالت في البيت اللي في وشنا ده؟ يا ابوي هو انا ازاي ما خدتش بالي؟ ايوه هو، والنعمه هو، انا برضو كنت بشبه عليه. ده انت صادع، ده انا هخلي ابوي يموته، ده انا هخليه يجيب لي مكنه زيرو. تعالى يا ولاد الايه؟ بص عليك يا حاج، الموبايل ترميه كده يا ابوي علي. الحق يا شامبو، في حد صورنا واحنا بنلعب بصواريخ، والفيديو جاب مشاهدات كتير قوي، وشكله كده وفي امي هيشوف الفيديو وهنتعلق انا وانت. الله اكبر عليك يا زمازه. طب انا كده الحمد لله، بابا كبير وماما كبيره ومش بيفتحوا نت ولا بينزلوا الشارع اصلا، فهم كده كده مش هيعرفوا. يعني ايه؟ يعني السلام عليكم يا زمازه، وانا ما اعرفكش من النهارده، ولو حد سال عليا بالله عليك ما تقول له حاجه. سلام. الحالي يا حاج، انت شفت اللي انا شفته؟ ولادنا، تربيتنا راحت على فشوش يا حاجه. الحقيقة بقى امسح الفيديوهات بتاعتك ولا افتح الفيديوهات اللي نزلتها دي، الناس كده هتشمت فينا. يا ولاد الكلب،
ايه يا مروان هما ما قاموش ليه؟ يا نهار اسود يا حمازه، ده شكلهم كانت اولوا جامد، والمره دي ما هتعديش. ما هتعديش؟ صدقوني انا ما عملتش حاجه، انا ما دتوش، ما دتوش ماليش دعوه. بعد الاطلاع على اوراق القضيه والادله والمستندات واطمئنت المحكمه على سماع الشهود، حكمت المحكمه حضريا على المتهم حماصه بالاعدام. شنطه لا ايه ده؟ ده ايه الكابوس الوحيد ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. هلو يا برنس البرنسات، جهزت لك صفقة الصواريخ اللي انت قلت لي عليها، وان شاء الله هيبقى وش خير عليك. الصواريخ؟ لا 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 خالص، انا لجأت لكلامي، انا اصلا عيل، انا مبيش فلوس، تديهم لي سكك، هو بعتني مقدم فلوسك؟ شكك؟ شكك ايه؟ ده شغلها كده؟ شغلانة عيال، سلام يا عم. مع السلامة يا عم، ايوه هي شغلانة عيال. صواريخ ايه؟ انا مستحيل حتى اجيب صاروخ واولعه في العيد. الحمد لله رب ان كل ده طلع حلمي، الحمد لله رب.